حفاظا على الموروث الثقافي عامة وتقاليد المرأة الشاوية على وجه الخصوص، الذي برز بشكل لافت في التاريخ الجزائري، لا سيما أن تاريخ المرأة تروي الكثير من العادات والتقاليد، من أبرزها موروث الألبسة التقليدية. وتعتبر السيدة عائشة من النساء اللواتي حافظن على هذه العادات والتقاليد في مدينة عين التوتا ولاية باتنا، أين برزت لمستها في أشهر وأقدم الألبسة التي زادت من جمال وفخامة المرأة الأوراسية، ألا وهي الملحفة الشوية أو ما يعرف بثم الحفت، حيث يزداد الإقبال عليها من قبل السيدات والشابات خاصة في المناسبات والأفراح. الزبل في اللون عائشة بوشلاغم سي عين التوتا قلنا هجبي بين نشاوي هم الحفتة شاويت امتياي غير نغضاين وجدين تي النار ان شاء الله يل نارايين سي عامين مغير هيون هي قيارين امتياي احتراض سي عامين ثلاثة هاي احتراض سبعة ثمانية حسب اللطاين تهيوين هاي كيف كيف هاي عامين هياي دا نكمل ونتحف وانت السيرس دي سنتر وداز لا كليون وتخير اللون اللي تعجب المداوي الثلاثين تقدي مع الحوت نتق في فلاني نضفس نتق بردي عزيزه وبراغ. ولم يقتصر فقط عمل السيدة عائشة على الملحفة الشاوية، بل تعدت إلى أعمال أخرى لا بد من الحفاظ عليها، خاصة في ظل التغيرات والتحولات الحضارية الراهنة. طيب دابا غير ليكسسوار وتبدو خدمه هياي تحفرين ذا دي ديكور رايت غريها على قطاي سي تونس سي تونس الكادو غيغيت زبق غيت هماي تقر زبق الكيسان اسكرس تاع العمار اللي تقنديك صغروم دي حبه غيغيت سلكت انايا تكذي المعارض هكور الكي. إبداعات السيدة عائشة تركت بصمتها في العديد من المشاركات الوطنية في مختلف المعارض، توجت من خلالها بالعديد من الشهادات والتكريمات، ويبقى العائق الوحيد في عملها هو عدم توفر مكتب للتوصيل في مدينة عين التوتة، نظرا لازدياد الطلب على هذه الأعمال من داخل الولاية وحتى خارجها. نطلب من السلطات والناس المعنية مكتب للتوصيل، احنا يكون عندنا ضغط ضغط احنا في ضغط في المناسبات في كما في يناير عندي عدة مدن ولايات اتصلوا بيا بصح ما كفانيش الوقت باش نروح لباتنا ونحكم رونديفو مع شركة التوصيل بمناسبة يناير ذا مبارك ان شاء الله في اللانغ وديت في اللانغ صحة لهنا.